انا مش فاهم انتوا عايزين تعدلوها تودوها لغايه فين يعني؟ على قد ما تقدر يا دوك. يا جدعان يا جدعان، انتوا عارفين ده معناه ايه؟ عارفين ده معناه ايه، واحنا عارفين احنا كمان جايين لمين. مش دي الفكره يا جماعه، الفكره كلها ان البتاعه دي هتبقى عامله زي السم، اللي هيلبسها مش عارف يقلعها، دي بتخش على الجهاز العصبي على طول. وانت مين قالك ان احنا مش عارفين؟ احنا عارفين ده. كمان من صاحب البتاع دي. بقول لك ايه يا دوك، انا وانت ملناش دعوه، خلينا نعدل النضاره دي وملناش فيه خالص. تمام. يا منير بيه، الدك خلاص بيعدل الابليكيشن دلوقتي. تابع الموضوع بلغني بأي جديد يحصل. طول عمري أقول عليك شاطرة جدا في الشغل. عرفت اللي حصل لمهاب؟ بلغني. وأنت ليك يد في موته؟ كنت أتمنى أخلص منه ومنك أنت كمان، بس نفد من ايدي بموته. انت ليك يد في موته يا منير؟ وطي صوتك. انت عارفه مهاب اللي انت دخلتيه بيتنا ده كم واحد مستني يخلص منه؟ سنتين متجوزين محدش عارف عننا حاجه. دلوقتي عايزه تعرفيهم وتلزقي لي تهمه. طلقني يا منير.